توتنهام كسب فولام من شويه 2-0، فبقى متصدر الدوري الانجليزي النهارده. ماديسون وسون سجلاه. توتنهام بدايته حلوه قوي في الدوري الانجليزي السنه دي. بدايه مختلفه. وهو دايما نادي كان يعني هو واحد من 6 انديه في انجلترا ما سابوش البريمير ليج او الدوري الاول، لان ايوه كان زمان ما اسموش بريمير ليج. مظبوط. فهو واحد من 6 مع ارسنال وتشيلسي مانشستر يونايتد وايفرتون وليفربول طبعا، ما سابوش الدوري الانجليزي. فطول عمره نادي بيقدم كره كويسه، بس طول عمره رابع خامس سادس مظبوط. في لكن السنه دي مختلف، وكمان مع مدرب اول تجربه ليه في البريمير ليج، فالمدرب كمان مختلف. مظبوط. ايه المختلف في الفرقه السنه دي توتنهام؟ فنيا في حاجات كتير، في حاجه الروح باين ان هي مختلفه، ده لو بعيد عن تمام. الفنيات. فنيا في حاجات كتير مختلفه في الكاونتر بريسنج. لو كنت اتفرجت، انا كنت بتفرج على الشوط الاول قبل ما اجي لك النهارده، لما بيفقدوا الكوره بالذات في الثلث الهجومي، ما بيسيبوش ما الفريق بيسيبوش يبدأ كاونتر يتحرك. بريسنج او ضغط ضغط مضاد، عكسي. ضغط عكسي بسرعه جدا بشكل قوي جدا، وفعلا بيستخلصوا الكوره، ما بيخلوش يعني كانوا مش مخلين لعيبه فولهام تعرف تتنفس. مظبوط. تجربه زي تجربه بوستيكوجلو اول مره يمسك في البريمير ليج ويبقى متصدر بعد 8 9 جولات بتبقى من التجارب الملهمه، لان هو نفسه قريت له تصريحاته بيتكلم عن انه عمره ما توقع في يوم من الايام انه تبقى مسيرته توصل للتوب يعني، ونبقى متصدر كمان دوري. بتشوفها ازاي كمدرب بيبدأ مشواره بالنسبة لك انت يعني، وخطوات تدريجية ناحية انه يمسك فريق في يوم من الايام كبير؟ يعني هو زي ما انت قلت، هي ملهمه جدا ومشجعه جدا بالذات بالنسبه ليا، لان انا عارف ان ممكن اكون انا عايز اعمل حاجات يكون ما سبقنيش فيها حد. فلو انا قعدت اسمع للكلام اللي حواليا، ده صعب، صعب تروح، صعب كذا، صعب كذا، مش هعرف اتحرك في التراك اللي انا عايزه. فلما الاقي واحد زيه بالتجربه دي وصل للليفل ده، ده طبعا مشجع ليا جدا، لان المجال بتاع التدريب هو ملهوش يعني قواعد او اساسيات مفيش نمط. واضحه، مفيش نمط. صح. مش لازم امسك كذا علشان امسك، انا أيوة. عايز اوصل هنا، مش لازم امشي من التراك ده، ممكن 3 4 تراكس يودوني ليه. أيوة. فطبعا دي تجربه هايله بالنسبه له وبالنسبه لي بصراحه. بالنسبة لك أنت كمان، إيه الطموحات بتاعتك اللي أنت بتقول نفسك توصل لها وتسبق فيها غيرك، محدش عملها قبلك؟ هو انا بدرس بره بقالي فتره في الكوره، دراسات الرخص التدريبيه، وعشان ادرس رخص تدريبيه بيبقى في قبلها كورسز، دراسات عاديه في التدريب، علشان ابقى مؤهل لان انا ادرس رخص مع الاتحاد الاوروبي يويفا عن طريق الاتحاد الاسكتلندي. تمام. فانا بدرس بره علشان انا عايز اشتغل بره. اوكي. يعني الهدف الكبير ممكن نعتبره حلم مثلا دلوقتي لسه، بس انا اعتقد ان انا بشتغل عليه بقالي فتره، سواء في الدراسات او في تجميع الخبرات التدريبيه فنيا، يعني ان انا اشتغل في اوروبا في مكان اكبر الدوريات الاوروبيه في يوم من الايام. ممتاز. ازاي، امتى، فين، الله اعلم. الله اعلم. صح. ما كل شيء بعلم الله، بس احنا بنشتغل له. بالظبط، نجتهد بالظبط. ونسعى وتيجي ازاي مش بتاعتنا. دخلت ازاي اساسا مجال الكوتشنج؟ يعني انت ازاي اتكونت مرحله انك بقيت مدرب في يوم من الايام؟ انا بدات بره مصر، بدأت مع أندية أوروبية عندها بروجكتس دولية خارج بلادها. يعني إيه؟ زي أكاديمية ليفربول في مصر، أرسنال ويوفنتوس مفهوم. وليفربول. بس بتبقى البروجكت دي أو الأكاديميات دي، أنا بس مش بقول أكاديمي لأن المسمى أكاديمي في مصر مختلف عن بره، بتبقى فيري ويل كونكتد بالنادي. متصلة جدا بالنادي. متصلة جدا بالنادي الأساسي يعني. فبدأت مع أرسنال واشتغلت كالهيد كوتش بتاعي. أول ما بدأت لاعب في أرسنال فيرست تيم تحت أرسن فينجر، كان مين؟ سنة 96، اسمه مش معروف قوي، اسمه إيان سالي. أوكي. بس هو رجله اتكسرت ونزل بعد كده، بس هو لعب تحت أرسن فينجر كام شهر كده. تمام. وبعديه رحت يوفنتوس، وبرده ما بين دبي وايطاليا، وبعدين ليفربول. ليفربول تجربه منوره جدا بالنسبه لي، اكتسبت فيها حاجات كتير جدا. لما نادي ليفربول يبعت لي انفيتيشن عشان احضر كوتش كونفنشن في انفيلد، بالنسبه لي كان حلم كبير يعني. فاروح وانزل انفيلد واشتغل في الملعب واتعلم منهم، واروح اعلم في براهم او جواهم كمان ساعات. فده بالنسبه لي كان شيء مختلف. ممتاز. اتفضل كمل. بعد كده بكمل يعني القصه. بعد كده قبل الكورونا جيت مصر، وبالصدفه في وسط الكورونا اتعرفت على تاكس. تمام. هل ممكن ده نكون هنجيله في نقطه تانية قدام او حاجه؟ كنا بالفعل هنتكلم عن ازاي انتقلت الى تجربه بيراميدز فريق اول لاول مره في مسيرتك. هتكلم معاك عن المرحله دي، لكن كويس قوي اللي انت قلته ده، لانه في ناس كتير بتبقى مش لعيبه كوره سابقين، بس هي الحلم اللي في مخهم
الرغبه الباشن هو ان انا ابقى مدرب. فانت مالكش تجربه كلاعب سابق؟ مالكش تجربه كلاعب سابق؟ وانا صغير جدا لان انا عندي اصابه صليبي من وانا 14 15 سنه، قطع جزء في الصليبي وبعدين قطع كلي بغضاريف والكلام ده في اول اول التسعينات، ده كان بيبطل لعيبه دوليه. تمام. فانا كنت عندي الاصابه دي وانا لسه 11 سنه او حاجه، فطبعا ما قدرتش العب بطريقه احترافيه، بس لعبت الحاجه اللي هي النون ليج تيمز. وبره مصر لما كنت بسافر كنت بلعب برضه على مستوى الجامعات او المدارس او كده. انت مصري مصري؟ اه. انت عارف انا سالتك السؤال ده قبل كده فقلت اسالك دلوقتي قدام الناس، لان اكيد الناس ممكن لو شافت الاكسنت ممكن يبقوا بيسالوا. فانت مصري مصري؟ مصري الاصل. والعيله كلها مصريين. تمام. مولودين هنا ومتربين هنا بس حاجة. تاثر بالحياه في الخارج ممكن هي شوية. اللي مأثرة شويه. ممكن.